صحيا أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على هامش إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكان أن نسبة الوفيات بين الرضع والأمهات انخفضت بشكل ملحوظ، فيما ارتفع متوسط العمر لدى النساء والرجال على حد سواء إلى ما يفوق 77 عاما. التغطية لرميلة عثامنة. إنه من دواهي سروري أن أفتتح أعمال اليوم العالمي للسكان في مجال الصحة. انخفضت وفيات الرضع والأمهات بشكل ملحوظ، وارتفع متوسط العمر لدى الرجال والنساء الجزائريين، وتقدر نسبة وفيات الأطفال حاليا ب 18.9 و 18.9 حالة وفاة لفئة الأقل من سنة واحدة لكل 1000 ولاية ولادة حية، ويبلغ معدل وفيات الأمهات ب 48.8 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية. أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة concernant l'espérance de vie à la naissance، وهو مؤشر يعكس الحالة الصحية للسكان، فهو يفوق 77 عاما بالنسبة للنساء والرجال.